معنا من باريس مراسلتنا عزة غريبة لتسليط الضوء أكثر على هذه الزيارة وأبرز محطاتها. إليك عزة ومزيد من التفاصيل، خصوصا ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجابة عن كثير من أسئلة الصحفيين الفرنسيين فيها. تماما ماجد، إذن هذه القمة التي أشرت إليها بالأمس وتم الاستقبال بحفاوة كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في باريس في زيارة دولة تستمر 3 أيام. في يومها الأول تم استقباله من وزير الخارجية الفرنسي، وكان هناك لقاءات بين الجانبين، وبالأمس لقاء القمة في الإليزي، والذي تبين بعده ومن خلال المؤتمر الصحفي كما أشرت توافق في المواقف في عدة ملفات إقليمية، خاصة موضوع ليبيا وشرقي المتوسط والتصدي للاستفزازات التركية في هذين الملفين. ومن هنا يعني عبر هذا التوافق واستنادا عليه سيكون هناك تعاون ثنائي بين البلدين اللذين تربطهما شراكة استراتيجية كما عبر الطرفان. السيسي أيضا تحدث عن موضوع التطرف هنا في فرنسا، هناك حملة كبيرة ضد من يروج للفكر المتطرف وضد الإسلام السياسي، وقال السيسي بأنه طبعا يرفض ربط الإرهاب بدين محدد، ولكن الفكر المتطرف الذي عانت منه مصر وتم تصدير جزء من هذا الفكر الذي تروجه جماعة معينة إلى دول عدة ومن ضمنها أوروبا، وبالتالي لابد من التصدي لهذا الفكر المتطرف والدعوات إلى الكراهية والعنف. اليوم هو اليوم الثالث من الزيارة، سيلتقي السيسي رئيس الوزراء الفرنسي وأيضا مسؤولين سياسيين آخرين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ، وسيضع حجر الأساس لبيت الطلاب المصريين في المدينة الجامعية. نعم، إذن كانت معي من باريس مراسلتنا عزة غريبة.